احنا اليوم عندنا فلوس الامن الغذائي 23 مليار، عندنا الاستثمار الميزانيه الاستثماريه 38 مليار، وقبلها 46 مليار. من نجي نحسبهم بس الميزانيات الاستثماريه 84 مليار من غير 23 مليار، اذا 107 مليار دولار عند الحكومه. هاي اللي انا اعرفه، اذا غلطت استاذ منافق دكتور. تمام. فلوس الامن الغذائي 23 بالميزانيه العام 2024 46 مليار، ميزانيه عام 2023 38 مليار. زين، هذه اموال تم رصدها لاجل البناء والاعمار وتطوير المشاريع. هسه 100 وش قد ذني؟ 107 مليار. 107 مليار هاي موجوده، تقدر تدخل على الميزانيه. لا صرفا صرفا ما اعرف. زين تمام، بس احنا يعني هذا خزين الحكومه. احنا الان في انتهاء سنه 2024. تمام، شنو اللي تحقق من هن ذني؟ انا اليوم هذه كلهن مرصوده لاجل الاستثمار. اليوم انا من اجي اشوف واقع العمل، استقرار سياسي هم خلقوا، سياسيين هم اللي موجودين خلقوا. انا من اجي القى على الواقع، انا اللي اعرفه من خلال الميزانيات المرصوده للمجسرات اللي راح يقوم بها دوله رئيس الوزراء ببنائها هي مليار و200. انا اريد اسال شنو واقع المليار و200 من ال107 مليار؟ وين؟ زين، اكو يعني كل مشاريع المجسرات اللي المجسرات هذه المرصوده اللي معلوم كلها مليار و200، مطروحه مليار و200 دولار كلها. الحين ذني اللي ما اعرف لهم، اذا اكو غيره خلي يجي واحد يقول لي يابا مثلا بقى عندنا 106 مليار. انت اذا تقول لي هذا المبلغ قليل، اقول لك استاذ محمد جسر البسفور كيلو ونص متر، جسر البسفور كيلو ونص متر بنص البحر، يربط ما بين اسطنبول الغربيه والاسيويه، وبسايد اربع سيارات منها واربع سيارات منها، وخط سير مال القطار ذهاب واياب. 200 مليون 200 مليون دولار. هذا خاف واحد يقول لي زين هذا شو سجل اردوغان؟ زين احنا بيه، انا اللي اعرف يعني. اوكي تمام، احنا بنص البحر. انت تعال شوف خلي هذا بس. اوكي ما يخالف، احنا هذا الجسور اللي سويناه احنا بيه. زين خلينا لا قاعد اسالك. كل المجسرات 30 مجسر حسب المعلومات اللي عندي مليار و200.